اذكر عاصمة عربية يحتوي اسمها على حرف الواو. راح ما يخالف. يلا حافظ. عاصمة عربية؟ اذكر عاصمة عربية يحتوي اسمها على حرف الواو. ماكو وقت عليك بس تفكرت بس. عاصمة عربية قلت يعني هي عاصمة قلت. يلا اذكر عاصمة عربية يحتوي اسمها على حرف الواو. إذا لأن هو كبس وما المفروض يكبس. نغم. إذا اذكري لي عاصمة عربية يحتوي اسمها على حرف الواو. الخرطوم. الخرطوم. نعم الخرطوم موجود ولكن ليس الاحتمال الأول طبعا لأنه ما عرف الأخ حافظ. ارجع إلى مكانك إذا سمحت. تفضل أخت نغم خلينا نجي عليكم. اذكري لي عاصمة عربية يحتوي اسمها على حرف واو. تونس. تونس خلينا نشوف تونس. تونس نعم تونس دولة اسمها تونس وعاصمتها تونس. ماشي استاذ محمد خلينا نشوف. اذكر عاصمة عربية يحتوي اسمها على حرف الواو. ما أعرف. وقت ما اعرف. ما تعرف؟ اي والله ما يعني ما مطلع على الشغلات. ما مطلع يعني على العاصمات والدول إذن العربيه وال... اذا يعني ما تحاول تفكر يعني اذا افكر يراد وقت. خطا. كرار. اذكر عاصمه عربيه يحتوي اسمها على حرف الواو يا ابو الشركه السياحيه. لا شو عندك شركة سياحية غير تعرف الجغرافيا والبلدان والعواصم؟ يعني إذا عندي شركة لازم اللي أعرف ال... كلها. لا طبعاً. لا شلون؟ لا شلون؟ موريتانيا. ما أكس موريتانيا؟ موريتانيا دولة. خطأين. أحسن شركة سياحية وما يعرفها. شلون يعني تالي؟ شلون يا ربي؟ شلون؟ شلون؟ اذكري عاصمة عربية يحتوي اسمها على حرف الواو وسبع احتمالات ووحدة مشيولة. اكو هواية يعني خلي نشوف. يا من السؤال؟ اي لا دجة والله ما ادري. لا ده ما تعرف. يلا اخذي وقتك. نواكشوط. اخذي وقتك. نواكشوط. نواكشوط. واوين فوقها مو واحد. هاي حتى تجيب. خلي نشوف. نواكشوط. نعم نواكشوط هي عاصمة موريتانيا صح؟ الثاني خو جوز ما اعرف العواصم والله ما ادري.